بنروح لبطولة كأس مصر واهتمام طبعا الأندية اللي بتشارك في هذه البطولة بمعرفة ايه المستحقات المالية اللي هتكون بتحصل عليها من خلال وصولهم الى دور ال 32. فأكثر اتحاد الكرة الأندية المصرية باستمرار العمل باللائحة المالية لكأس مصر الخاصة بالموسم اللي فات خلال الموسم الجاري 2019-2020. وجه قرار اتحاد الكرة ردا على طلبات الأندية المشاركة في دور ال 32 في بطولة كأس مصر، وتحديدا اللي صعدت من القسمين الثاني والثالث للحصول على اللائحة المالية للبطولة. ترغب الأندية في معرفة حقوقها المالية بعد التأهل لدور ال 32 للمسابقة والمكافآت اللي هتكون بتحصل عليها في حال التأهل للأدوار المقبلة.